هنبدأ مع حضراتكم مع المنتخب الوطني الأول اللي اختتم تدريباته النهارده تحت قيادة مديره الفني كابتن حسام حسن. استعد طبعا لمواجهة بتسوانا، المواجهة القادمة إن شاء الله تكون الساعة 5 مساء بكرة يوم الثلاث على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الستة وهي الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 من المغرب، اللي خلاص احنا زي ما احنا عارفين حسم المدرب المنتخب الوطني التأهل فيها خلاص بشكل رسمي قبل المعسكر الجاري، وضمن خلاص منتخب مصر بقيادة مديره الفني كابتن حسام حسن تأهل بصدر طبعا برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، انه بيبحث عن ختام قوي لمشواره في التصفيات وتحقيق الفوز على بتسوانا والوصول للنقطة رقم 16 من مقارنة افتتح الجهاز الفني المنتخب مصر بقيادة العميد كابتن حسام حسن التدريب لوسائل الإعلام، هتكون النهاردة يوم الاثنين لمدة يعني ربع ساعة استعدادا لمواجهة بتسوانا. إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم كل التوفيق لمنتخبنا بكرة، الفوز بإذن الله ونوصل بإذن الله ل 16 نقطة.